السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس الأفعال ومشتقاتها. هناك الكثير من الأفعال التي تطرقت لها في السابق، التي تكلمنا عليها وأعطيت مشتقاتها. الآن فعل اليوم إن شاء الله هو فعل شتيلن، فعل شتيلن وهو يضع. لهذا الفعل الكثير من المشتقات، أكثر من 10 مشتقات، لكن فقط البعض منها هو الضروري والذي يستعمل دائما في اللغة الألمانية. في هذا الجدول تشاهدون 8 أفعال تشابه أو لها تتركب من فعل شتيلن، وهنا البريفكس تأتي بعض الحروف، تضاف بعض الحروف إلى هذا الفعل، وهناك يعطينا معنى آخر للفعل. في بعض الأحيان تجدون بأنه تكون تقريبا نفس المعنى للأفعال، لكن في أغلب الأحيان عندما يضاف فقط حرف أو حرفان إلى الفعل فيكون معنى آخر له وليست له علاقة بالفعل الأصلي. إذن هنا سأعطيكم الأفعال، 8 أفعال هنا باللغة العربية أيضا، وسنشاهد بعض الأمثلة التي أعطيتكم إياها هنا حتى تفهموا الأفعال بطريقة جيدة. أول شيء الأفعال 4 هنا في الجدول أعلاه، فتقريبا تعطينا جميعها تعطينا فعل يضع. يضع هناك اختلاف صغير لكن تعطينا جميعها يضع، مثل مثال هناك فعل شتيلن وهو الفعل الأصلي يضع، يضع فوق أو على أو أي شيء أوف شتيلن، وتكون دائما فوق أوف شتيلن، تضع فوق هين شتيلن، ونستعملها في كثير من الأحيان مع الأشياء الكبيرة، مع الأشياء الكبيرة ليست الأشياء الصغيرة هين شتيلن. مثال في البيت، هناك يكون الطاولة كبيرة تضعها في المكان آخر تقول هينشتلن. أبشتلن أيضا تعطينا يضع، لكن نستعملها في الكثير، هي تعطينا، هي تعني أيضا يضع، لكن استعمالها في اللغة الألمانية يعني في كثير من الحالات أن تقريبا مثال تلغي، وهذه نجدها دائما مثال مع الإشهارات عندما تكون في صفحة من الإنترنت أو تكون على الإيميل أو أي شيء، يأتونك في كثير من الأحيان إشهارات من بعض الشركات أو أي شيء وتكون هناك أبشتين. إذا لم تكن تريد أن تتوصل بهذه الإشهارات أو هذا الشيء يمكنك أن تلغيها أو تحبسها أو شيء من هذا القبيل، وهناك تكون أبشتين. أبشتين حتى تلغي هذه الرسائل ولا تستقبلها مرة ثانية. تلغي فهي في الأصل في اللغة الألمانية هي أبغشن، أبغشن، لكن هنا كما قلت لكم أبشتين تكون في الكثير من الأحيان مع الرسائل أو إشهارات أو أي شيء، وعندما تعطي هذه أو هذا الفعل أبشتين هنا تعني أنك لا تريد أن تستقبل هذه الرسائل أو هذه الإشهارات مرة ثانية، وهنا تحذف هذه الإشهارات ولن تستقبلها مرة ثانية. وهنا فعل فورشتيلن وفيه 2 زيش فورشتيلن، وهو أن تقدم نفسك، تقديم مثال الناس الذين يدفعون طلب العمل أو تكوين مهني فيسمعون بكلمة فورشتيلونغسغيسبريش، فورشتيلونغسغيسبريش. الفورشتيلون هو التقديم، وهذا هو فعلها، كشبخش هو الحوار، أي حوار تقديم، تذهب إلى الشركة ويتعرفون عليك إلى آخره، هذا هو الفعل المقتبس من كلمة فورشتيلونغ والذي هو التقديم. فورشتيلن أي تقدم أو تعرف بنفسك، زيش فورشتيلن. وفورشتيلن الثاني مع الداتيف الذي يعطينا الداتيف، فهذا الفعل يعطينا يتصور أو يتخيل، يتخيل لكن مع الداتيف. أما مع الأكوزاتيف اشتيل مش فو أو اشتيل زي زيش فو، فهذه تعني
يعرف بنفسه أو يقدم نفسه. بشتيلن وهو يطلب. مثال: أنت ذهبت إلى مقهى أو إلى أي شيء، أو في الإنترنت أو أي شيء، وتطلب شيء مثل الإنترنت تشتري شيء، فهذا يعني بشتلن. أو عندما تذهب إلى مقهى وتقول له اعطيني هذا الشيء واعطيني هذا الشيء، فهذا الفعل يسمى بشتلن، تطلب. تسوشتلن وهي يوزع، ليس بمعنى يوزع 100%، لأنه يوزع هي فاعتايلن، هي توزع، لكن تسوشتلن نقولها مثال. أعطيتكم مع بعد البشتلن، بشتلون أنت مثال: اشتريت شيء عبر الإنترنت أو طلبت شيء عبر الإنترنت. وعندما يأتيك هذا الشيء عن طريق البوست، عن طريق البريد، فهذا الفعل يسمى بتسوشتلن. عندما تأتيك هذه البضاعة توزع من طرف البريد، فهذا تسمى تسوشتلن. أينشتلن وهي يعدل. أنت تعدل شيء، أنت تعدل الوقت، أنت تعدل أي شيء تعديل. أو أينشتلون بالنسبة للناس التي لديها الهاتف باللغة الألمانية، فتجدون الأينشتلون في الهاتف أينشتلون، وهنا تجدون الصوت، تجدون الشاشة، تجدون الكثير من الأشياء. الأينشتلون هي التعديلات، أينشتلون، لكن أينشتلون هي يعدل. يمكن أن تعدل الصوت، تزيد الصوت أو تنقصها، يمكن أن تعدل الشاشة، تعدل الصور، أينشتلون. ويعطينا أيضا معنى آخر، وهو المعنى الثاني لأينشتلين، وهو عندما تدخلك شركة عندها لكي تعمل عندها، فهذا يسمى أيضا بالأينشتلين. الشركة دي فيما شتلت دي لويت أين، الشركة تدخل الناس ليعملوا عندها. إذا هنا الأمثلة: اشتلي دي بوشا اوف دنتيش، انا ساضع الكتب، دي بوشا وهو داسبور كتاب، دي بوشا اوف دنتيش. هنا كما لاحظتم اوف شتلن، يمكن ان نقول اشتلي دي بوشا اوف دنتيش اوف، لكن هنا لدينا اوف والتي تعطينا على، وبهذا السبب لا نحتاج أن نقول أوفشن التي هي تعطينا يضع على، لأننا قلنا هنا على اشتري دبوشة أوف دين تيش. هنا إيش هاب داس ريغال إم فون سيما أوف كشتلت، إيش هاب داس ريغال إم فون سيما أوف كشتلت. الريغال وهو مثال خزانة، هي الخزانة، داس ريغال هي الخزانة، هنا أعطيناها مع فعل أوف كشتلت. أعطتنا هناك مثال: أوقفتها أو وضعتها واقفة. هنا صعب من بعض الشيء أن تشرح هذه الأشياء باللغة العربية، لكن بعض الأشياء كما قلت لكم تضع أوف شتلن هي تضع على، أو عندما تضع شيء مثال واقف. لكن هنا نستطيع أيضا أن نستعمل الفعل الآخر الذي قلت لكم نستعمله في كثير من الأحيان مع الأشياء الكبيرة، هينجشتلت. هنا نستطيع أيضا أن نكتب إيش هابي داس ريغال إن فونت سيما هينجشتلت، هذا أيضا صحيح. هنا هين بيشتلن دن شخانك نبن دم ريغال هين دين شخانك، وهو ليست خزانة لكن هي الخزانة، خزانة الملابس ماريو. هنا فعل أبشتلن، إش بكم أو إش أهالت فيل بنخشتي جونغن، وهما ليست رسائل،
مثال أنت على الفيسبوك أو على الإنستغرام أو على أي شيء، وشخص يقوم بتعليق، بوضع تعليق أو بوضع إعجاب على صورة، وأنت تتوصل ليس برسالة مثل رسالة، فهذه هي البنخرشتيكونغ. وهنا بنخرشتيكونغ إي إن، وهو للجمع. هنا أنا أستقبل الكثير من هذه الرسائل، نوع من الرسائل إيش مستي أبشتلن، يجب علي أن ألغيها لكي لا أتوصل بها مرة أخرى. هنا الفوشتلن، وكما قلت لكم، فيه فعلان. الفعل الأول وهو يعرف نفسه أو يقدم نفسه، والفعل الثاني الذي تكون معه الداتيف وهو يتخيل أو يتصور. هنا الفعل الأول زيش فوشتلن، مثال أنت تذهب لديك مقابلة مع شركة أو أي شيء، ويقول لك شتلن زي زيش فو، شتلن زي زيش فو، وهنا يجب عليك أن تعرف بنفسك، أو تقول اشتلن مش فو وتعرف نفسك. هنا الفعل الثاني الذي قلنا تكون معه الداتيف، تقول شتيل دي مال فو، شتيل دي مال فو، هنا تقول لشخص تصور او تخيل شتيل دي مال فو، او ايش كان ميا فو شتيلن تاس، وياتي ما بعد. هنا مع فعل بشتيلن والذي هو قلنا يطلب، او عبر الانترنت نستطيع ايضا ان نقول يشتري. هاست تو اتفاس تو اسن بشتلت، هاست تو اتفاس تو اسن بشتلت، هل طلبت شيئا للاكل؟ مثال نحن في مقهى انت وصديقك وتساله هل طلب شيئا للاكل. هاست تو اتفاس تو اسن بشتلت، هنا ايش هاب مير اينن لابتوب بشتلت، ich habe mir einen Laptop bestellt. هنا كما تلاحظون أتتنا هنا كلمة mir التي تعطينا ايش انا، وهنا أعطتنا مثال لي انا طلبت لي حاسوبا، انا طلبت لي. هنا سو شتيلن، سو شتيلن التي قلنا هي ممكن أن نقول تأتي تصل، ممكن أن نقول أيضا تصل، لكن هي تعطينا يوزع، ليس يوزع بشكل 100%، لأن يعني قلت لكم يوزع هي فتايلن. دي بشتيلونغ فيد مورغن سو جشتيلت، دي بشتيلونغ أي ماذا طلبتم؟ الطلب الشيء الذي أنتم طلبتموه أو اشتريتموه عبر الإنترنت. دي بشتلون فيد مورغن تو جشتلت، داس هايست هنا تعني أن البشتلون الشيء الذي أنت طلبته سيصل غدا، سيصل غدا، أو عندما تكون البضاعة قد وصلت هنا يقولك دي بشتلون فود أم، وهنا تاريخ أي تاريخ 2 3، هنا مهم أي تاريخ كان فود تعني وصلت، فود أم تاريخ يكون في الماضي، أي أنها وصلت. هنا بعد إخوان هنا كما تشاهدون أن فيد مورغن تو جشتيلت أو فود بالنسبة للناس الذين لا يفهموا هذا فهو الباسيف، هذا الباسيف فورم. فكنت أعطيتكم فيديو على هذا الدرس، قمت بهذا الدرس، سأضع لكم الرابط أسفل الفيديو حتى تفهموا هذه الأشياء مع فادن، مع فعل فادن. هنا أينشتلن كما قلنا يعدل، تعدل، أو عندما تدخلك الشركة لتعمل عندها فهذا يسمى أيضا بأينشتلن.
Sie werden bei uns eingestellt. Sie werden bei uns eingestellt. كما لاحظتم أن هذا المبني للمجهول passive فيستعمل في كثير من الأحيان. لذا أنصحكم بمشاهدة الفيديو الذي تكلمت فيه على هذا الدرس. Sie werden bei uns eingestellt. أي ستعمل عندنا. ستعمل عندنا. هنا بمثال يعمل أو يدخل لكي يعمل في شركة. وهنا بمثال يعدل. Ich muss die Uhrzeit im Handy einstellen. Die Uhrzeit مثال الوقت في هاتفك ليس صحيح ويجب عليك أن تصححه. فهذا يعني أيضا einstellen. Ich muss die Uhrzeit in meinem Handy أو im Handy einstellen. إذن إخوان الأخوات كان هذا هو فيديو اليوم. أتمنى أن تكونوا استفدتم منه وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.